أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر توجيه قافلة طبية بالوحدة الصحية بالزعفرانة التابعة لرأس غارب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. واستمرت القافلة على مدار يومين، حيث قام بالكشف الطبي على 226 مواطنا بالزعفرانة وعرب عايش، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن ومحافظة البحر الأحمر.